هو كي ديتيرمين شوف انا نقول بلي هذه الجمعه 50 من تاريخ هذه الثوره المباركه. الحقيقه النظام يرفض الاستجابه الى مطالب الشعب الجزائري، يرفض الاستجابه قبل الانتخابات اللي دارها او ما يسمى بالانتخابات، ويرفض الاستجابه بعد هذه الانتخابات. وتلاحظون جميعا بأن لا شيء تغير، نفس التصرفات، نفس الإجراءات، نفس الخرق للقانون، نفس الطريقة في التعيين في المناصب. إذن لا شيء تغير، ولا يعتق ولا نعتقد أن ينظر معها أخوك يعني، ولا أعتقد بأن النظام عنده نية باش يتغير، ما عندوش نية باش يستجيب لمطالب الشعب الجزائري البسيطة، وهي دولة سيادة القانون. على هذه نحن مستمرين في نضالنا بالطريقة السلمية. يجب أن نتجند جميعا بنفس السلمية وبنفس المطالب وبدون أي عنف. وأعتقد بأن الكثيرين اللي كانوا يتوهموا بأن الانتخابات الرئاسية هي هدف في حد ذاته، اكتشف بأن هذه الانتخابات لم تغير شيء، أعادت رسكلة النظام. على هذه نتمنى حتى الناس اللي ربما توهموا باللي بتلك الانتخابات التي لم يشارك فيها الشعب راح يتغير الأمر، لم يتغير شيء. على هذه يجب أن نبقى متحدين، أن نبقى سلميين، نبقى متشبثين وثابتين بالمطالب، بمطالبنا المشروعة، وهو تحقيق دولة سيادة القانون والدولة الديمقراطية. تحقيقها في الجزائر سيؤثر على كل المنطقة. نحن لا نناضل فقط من أجل الديمقراطية في الجزائر، قد نكون سبب في تحقيق انفتاح في دول أخرى في المنطقة. ولكن بهذه المناسبة، مناسبة الأسبوع أو الجمعة 50 من تاريخ هذه الثورة المباركة، نحب نقول كلمة على فلسطين، على القدس. تعرفون جميعا ما يسمى بصفقة القرن، أو التي أبرمت أو التي صرح بها هذا الأسبوع، وهي خطة إسرائيلية أمريكية. وفي هذه الخطة هو إنهاء